السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا يوصلكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجدوا كالامار اللي عامر بالشعريه الصينيه، وغادي ندوزوا على بركه الله المقادير. فهنا اول حاجه كنحتاجو هي الكالامار، غنحتاج شويه ديال الشريمب او شويه ديال القمرون، وغادي نحتاج شويه ديال الثومه وشويه ديال القزبر المعدنوس وشويه ديال الحامض مصير غير اللب ديالو، وشويه ديال الزيتون اللي كيف ما كتشوفوا، وغنحتاج جوج طماطم وحبه ديال البصل، وغادي نحتاج كذلك الصلصه حاره اولا الهريسه، وغادي نحتاج شويه ديال الزيت، زيت الزيتون هذا انا غادي نستعمل هنا. بطبيعة الحال غادي نحتاج التوابل، وغنحتاج القليل من الطماطم المصبره، وغادي نحتاج كذلك كما قلت لكم ملعقه صغيره ديال الطماطم المصبره. فهنا اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نخوي على الشعريه الصينيه الماء اللي كيكون غليان، فهنا كيف ما كتشوفوا في خلاط كهربائي غادي نوضع التتبيله ديالنا باش كتجانس لينا مع بعض. غادي نوضع هذيك الرزمه ديال القزبر والمعدنوس، نوضع هذه المعلقه ديال المطيشه، غادي نضيف الثومه، وغادي نضيف هذا اللب ديال ربع حامضه مصيره، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الهريسه اولا ديال الصلصه الحاره. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما وضعنا هذا الشيء هنايا غادي نزيد عليه بطبيعة الحال العطريه والملحه، غادي ندير شويه ديال السكنجبير، وغادي ندير شويه ديال الكركم ولا الخرقوم، وغادي ندير شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار. وغادي نحتاج كذلك شويه ديال الصويا صوص او صلصه الصوجا، نديرو شويه هي تجي زوينه مع الحوت، وغنضيف شويه ديال الملحه، مكترش لانني دايره الصويا صوص كتكون اوريدي مالحه. صافي، وغادي نخلط هادو مع بعضياتهم حتى يتجانسوا لينا مزيان. فهنا من بعد ما كيف ما كتشوفوا هذه وجدت لينا الشرموله ديالنا، غادي نوضع كميه قليله هنايا باش غادي نشرمل بها هذاك الكالامار، والباقي غادي نخليه باش نوضعه في الحشوه. صافي، غادي نحطوه هنا جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه مع بعض. فهاد الحشوه هادي غادي نضيف عليها هاد البصله، غنضيف هاد البصله هنايا باش غادي نشحرهم مع بعضياتهم. فهنايا كيف ما كتشوفوا هذه هي البصله من بعد ما طحنتها مع هذيك التتبيله، غادي نخوي كل شيء هنايا في هذه المقله. فهنايا هذه هي البصله ديالنا مع هذيك العطريه وداك الشيء، غادي نضيف معاه هاد القمرون او الشريمب، غنضيفو في المقله فهنايا، وغادي نشحروه فوق البوطه واحد 5 دقائق، ومن بعد عاد غنرجعو باش نزيدو عليه الشعريه الصينيه. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما بدات كتغلى لينا شويه هاد التتبيله مع القمرون، غادي نضيف شويه ديال الزيت،
انا غادي نضيف هاد الشعريه الصينيه هنايا. هنا غادي نخلي الحشوة ديالنا تبرد شي شوية وعاد ندوزو باش نحضرو الصلصة اللي غنوضعوها من فوق هذاك الكالامار. فهنا كيف ما كتشوفو غادي نحضرو الصلصة اللي غنديروها من فوق ديال هذاك الكالاماري. غنحتاج جوج حبات ديال الطماطم، وغادي نحتاج شوية ديال القزبر، شوية ديال المعدنوس مخلطين، وكذلك غادي نحتاج شي شوية ديال الهريسة أو الصلصة الحارة. شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، شويه ديال التحميره، فلفل احمر حلو ماشي حار، شويه ديال الثومه باودر، شويه ديال الكركم او الخرقوم بلدي، وغنضيف شويه ديال الزيت البلديه اولا زيت الزيتون. صافي، وغادي نطحن هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى يوليو لينا خليط متجانس مع بعضياتهم، وعاد غادي نكمل. هي الصلصه ديالنا دابا راه جاهزه، غادي نخليوها حتى هي جانبا حتى نعمروا هذاك الكالامار باش نديروها من الفوق. غادي نضيفوا هذا الزيتون ديالنا على هاد الحشوه. غادي نجيبوا القالب اللي غادي نديروا فيه الكالامار. فهنا صافي غادي نبداو نعمروا، نديرو الليقات باش ما يعمروش لينا يدينا بالصفوريه ديال الخرقوم. صافي، غادي نبدا بهذه الطريقه هذه كنعمر. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرته كامل على هذه الطريقه وستفته، غادي نضيف الصلصه ديالنا من الفوق. نضيف حبات ديال الزيتون، صافي، وغادي ندخلها نغطيها وندخلها للفران واحد ربع ساعه ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا معنا الشكل النهائي. فهنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكالاماري ديالنا من بعد ما خرجته من الفرن. كيف ما كتشوفوا كتجي ديك الصلصه من الفوق خاطره وما كيجيش فيه الماء، لان كيف ما شفتوا انا ما ضفتش الماء كاع نهائيا، كيجي زوين وديك الحشوه كتجي لذيذه من الداخل. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحار يزيدوا الصلصه الحاره، فهذا هو المنظر والمذاق راه هائل كيف ما كتشوفوا، صراحه كيشهي. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار، كيجي زوين بزاف كما قلت لكم، فقط ربع ساعه في الفرن وها هو واجد. المهم هنا كنكون وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات والاشتراكات ديالكم، واللي كيشوف القناه اول مره يدير لايك واشتراك، ونقول لكم باي باي ونتلاقاو مع فيديو جديد.